انت قاعد في السعودية وربما تكون انت تشادي ماك سوداني، وحتى لو سوداني زادك وصولك تشادية كويس معاك. ده المبدأ الاول. المبدأ الثاني الناس الشمالية ديل، انت مشيت الشمالية احنا بنعرفهم كويس، الشمالية الشماليين ديل عندهم حاجة اسمها التكاتف والتراحم والترابط، ما زيك انت كويس معاك، ما زيك انت. الناس ديل اول حاجة ناس فاهمين ما قارين، نقول لك بجد اكثر ناس هناك نقول لك مثلا الناس المتعلمين هم ناس الخرطوم، وناس الخرطوم دول كلهم ما شماليين. اذا كان الخرطوم دي كلها شماليه كان بقول انتوا ناسكم حقين دارفور، ده واحد من السعوديه برسل قروش اشتروا لي بيت في الخرطوم، وفيكم ناس ساكنين في الشماليه، فيكم ناس ساكنين في الشماليه، وفيكم ناس انا بعرفهم تماما ائمه جوامع في الشماليه بصلوا بالشماليين ذات، ناس حفظ القران بصلوا بالشماليه، في الشمالين بيصلبون في الجوامع، ليش ما استنكرون؟ فانت لما تتكلم ما تتكلم عن خطاب بتاع كراهيه وتمثل فيها زول سياسي وتمثل فيها زول مثقف وزول عارف، انت والله ما عارف لما دوشك كويس معاك. واذا كان قلت مثلا تتكلم عن الحروب، الحروب دي صنعوها الناس، ما صنع ما ما ما, ما, ما صنعتها الشماليه، ما في شمالي شال سلاح مش قتلك في دارفور، ما في شمالي شال سلاح قتل في كردفان كويس معاك. الناس ده براهم منهم وليهم، زي ما الكلب حميتي تمرد برضو الناس الشالين السلاح قبل يوم تمردوا، الناس براهم بغشهم غش، والمواطن بشيل المواطن بشيل السلاح. الآن المواطن عرف المتمردين وعرف صالح الدولة شنو كويس معك. الآن الناس اللي انت بتتكلم عنهم دين، جيب لي من حدودنا كردفان، فاصل كردفان بدارفور، امسكها كده ليه الشرق، امسكها للشماليه، امسكها للجنوب الشرقي، جنوب الشرقي يهود دمازين، جيب لي في حاجه اسمها دعامي، ما في. الناس الاول ما الكلاب شالوا السلاح ضد الجيش طوالي، قالوا يا جماعه احنا ما بنقاتل امنا، الجيش ده مو امهم وابوهم، قالوا احنا ما بنقاتلهم، نحن بنقف خلف امنا وابونا بنحميهم. فهمت؟ حتى المواطن ذاته قال ما في حياه في الدنيا من غير ام واب، ومن غير ام قال ممكن الانسان يولد بدون اب، لكن ما بولد بدون ام. ففي النهايه المواطن عرف ام الوطن ووقف ستاره لام الوطن. الناس اللي بموتوا ديل ما شماليين، في حتى في الخرطوم ذاته لو ضحك على ناس الخرطوم اللي بموتوا في الخرطوم ما شماليين بالمناسبه. كل انواع الطيف في الخرطوم موجوده، كل انواع الطيف في الخرطوم موجوده، وما في زول يعني يوم الليله ده اتاسى دارفور دي ما فيها شماليين، فيها شماليين ساكنين مواطنين مزارعين اي حاجه، فيها شماليين قاعدين. فانت لو قلت مثلا دارت ما دار تحارب مثلا مع الجيش انت حر، لكن احنا بنخلي حاجه اسمها عرب، حاجه اسمها عرب تسيطر على السودان، وزي اسال حالك حقكم جرى خلي الجيش وجرى تشاد عشان يجيب باقي ناسه من تشاد، والله يعني احنا والله العظيم نقف لاخر نفس لاخر نفس في قواتنا الشعب المسلحه في ظهرها لاخر نفس، حتى المواطن واقف خلف جيشه عشان ما تجي شماليين وما شماليين، هنا كل مره جايين شماليين. انتوا دارين الناس يجتمعوا عليكم عشان بعد ما يمرقوكم من يعني يمرقوكم من الممزق اللي انتوا فيه ده تقبلوا عليهم. قتل الناس في دارفور، ما قتلتوا انتوا الممثلين فيها عرب دي، قتلتوا ناس دارفور انتوا الممثلين فيها عرب دي، وجبتوا المستوطنين الجدد انتوا جبتوهم، مش تقول لي الحكومه شال السلاح مش هناك قتلتكم. لا نعم صح، الحكومه جندت الكلب حميتي كويس معاك، وادته السلاح وادته السلطه بانه وده استغل الفرصه جاب ناسه من برا عشان يهلك بقى دارفور، والان الكلاب كلهم ديرهم مسجودين في السجن ويتحاكموا ان شاء الله على كل جرائم ارتكبها في دارفور. لكن انت ما تجينا مثلا بخطاب بتاع كراهيه، نحن عارفين كل حاجه، عارفين كل الشيء الماشي له، والان المخطط الان ماشي له عبد الرحيم مشى تشاد وفتح له مطار مجرس ونزل فوق جابوا له
42 طيارة بكامل يعني عداده الحربي من مؤونة لذخيرة لسلاح لكل شيء نزلوا له في مجرس. لكن إن شاء الله ما حيقدر عمل به حاجة نهائية ليس من الأسباب. مش كان جاب مع جيش تشاد كله وجيش النيجر وجيش مالي وجيش ليبيا وجيش الكاميرون وكل الجيوش دي لما حقات الدول الآن بغات المعادة اللي يلموا ممثلوا فيها اللي بقولوا هم عرب ديل اللي يلموا يجيبوا إن شاء الله نسلكم من قطع في السودان هنا إن شاء الله نسلكم من قطع في السودان هنا عشان نقول عليه كويس معاك إنتوا القحاطة داعمينكم اللي كان أول أمس ولا قبل يومين في أوغندا ديل امشوا اجتمعوا وسووا دارسوا مش الإمارات دعمكم دي خليت تدعمكم العرب داعمين لكم السعوديين والدول الخليج دي كلها خليت تدعمكم ما أهلا وسهلا بكم لكن نسلكم بنقطع كتنة نقول عليه أي يا تقطعوا ال 42 ولا ال 40 مليون نسمة سودانية دي اقطعوا كت بعدك تعالوا انتوا المستوطنين الجدد اللي دارت تسكن السودان لكن كان قال لك ان احنا نخليكم تحكموا كده ما بزول بخليكم صح نعم في ناس جبانات في ناس خونة صح سواء كان في الجيش الطابور الخامس ولا في المواطنين في طابور خامس ولا في ديل ناس تاكل ده الناس مالي بطنك صح في ما نقول لك في ناس في ناس واقفين ناس بطونهم ديل واحد ما عنده شرف وبلا كرامة لكن الآن المواطن الضعيف الذي يعني شريف وكل شيء ده الآن بحارب من أجل وطنه من أجل أمه دي حاضنته دي أمه الربته دي أمه الولدته لكن مش تجي تجيب لي ناس من برا تقول لي عرب عرب شنو يا راجل انتوا ما عرب انتوا عبيدهم ولا قطين من دول وجايين تحكموا تحروا نفسكم في دولة ذات سيادة ما في زلمة بديكم لا دي